السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم هو حل تمارين التاء المبسوطة والتاء المربوطة، صفحة 70. النقطة الأولى، كيف تميز التاء المبسوطة من التاء المربوطة من خلال اللفظ؟ مثل لذلك بأربع جمل مربوطة بالشكل. إن هذا حل التمرين الأول. التاء المبسوطة، هنا نوضح التاء المبسوطة والتاء المربوطة. التاء المبسوطة وهي التاء التي تلفظ في جميع الأحوال، أما التاء المربوطة وهي التاء التي تلفظ في درج الكلام وتلفظها عند الوقف عليها. يعني التاء المربوطة تلفظ تاء إذا كانت في درج الكلام، يعني في أثناء الكلام، وتلفظها عند الوقف عليها. هنا عندنا هذه الأمثلة على التاء المبسوطة والتاء المربوطة. التاء المبسوطة مثل حضرة الأمهات. عندنا هذه التاء هي تاء التأنيث الساكنة، هنا جاءت مع الفعل حضرت، هذه التاء تاء التأنيث الساكنة جاءت مع الفعل. والأمهات كذلك هنا عندنا تاء اللي اجت هنا ويا الأسماء جمع المؤنث السالم، ان هذه التاء هي تاء جمع المؤنث السالم. وثاني جملة، صمت أحمد. عندنا هنا هذه التاء جاءت من أصل الكلمة مع الفعل، من أصل الفعل صمت. صار واضح؟ هذه هنا عندنا هذه الجملتين تنتهي بالتاء المبسوطة. أما التاء المربوطة مثل هذه حياة جميلة. لاحظوا هذه تنتهي بال هنا عندنا بالهاء. حياة هنا عندنا حياة تنتهي بالتاء المربوطة، تنتهي بالتاء المربوطة. وجميلة كذلك تنتهي بالتاء المربوطة. فهنا المقصود بالتاء المربوطة وهي تاء تلفظ في درج الكلام وتلفظها عند الوقف عليها. من أقول هذه حياة، هنا لفظتها لأنها في درج الكلام. وجميلة هنا لفظتها هاء، قلت جميلة ما قلت جميلة، ليش؟ لأن عند الوقف عليها تلفظها، صير هذه حياة جميلة. صار واضح؟ الجملة الثانية مثل الطالبة نشيطة. هنا عندنا الطالبة تنتهي بالتاء المربوطة وكذلك نشيطة تنتهي بالتاء المربوطة. هذه الجمل الأربعة. زين، النقطة الثانية، هنا يقول صحح الأخطاء الإملائية برسم التاء في القطعة ذاكرا السبب. عندنا هذه القطعة، هنا عندنا خطأ إملائي بالتاء. هنا عندنا المكتبة المنزلية، المكتبة المنزلية. هنا طبعا المكتبة التاء ليست مبسوطة وإنما تاء مربوطة، تاء مربوطة. المكتبة شنو هنا التصحيح مالتها؟ هي المكتبة، هذه هنا عندنا بالتاء المربوطة. والسبب إنه هنا عندنا تاء مربوطة، ليش؟ لأن مفتوح ما قبلها، إذا كان هنا عندنا الحرف اللي قبلها عليها فتحة مفتوح، فالتاء اللي تجي بعدها هي تاء مربوطة. وثانيا صارت، هنا عندنا صارت، صارت هنا مكتوبة خطأ بالتاء المربوطة وهي بالتاء المبسوطة. صارت هنا عندنا هذه الخطأ، الصحيح هو صارت. هنا عندنا تاء تكون تاء مبسوطة، ليش؟ لأن هي تاء التأنيث الساكنة. هنا عندنا التاء اللي جاءت مع الفعل صار هي تاء التأنيث الساكنة. زين، هنا أنا راح أذكر فقط الحل. هنا عندنا الحياة، هنا الكلمة الخاطئة هي بالتاء المبسوطة، أما الصحيحة هي بالتاء المربوطة. السبب أنه تكون هي تاء مربوطة، ليش؟ لأن مفتوح ما قبلها، هنا عندنا الألف قبلها ألف، العفو هنا قبلها يكون ألف. زين، النقطة الرابعة، هنا عندنا البيت. البيت شلون مكتوبة؟ بي المربوطة. هنا عندنا خطأ، البيت تكون بالتاء المبسوطة، تاء مبسوطة. ليش؟ لأن هنا عندنا هذه التاء هي من أصل الكلمة، من أصل الكلمة. النقطة الخامسة، هنا عندنا الحرة. الحرة هنا شنو كاتبينها؟ بالتاء المبسوطة، طبعا خطأ، الصحيحة هي بالتاء المربوطة، تاء المربوطة. ليش؟ لأن مفتوح ما قبلها، الحرف اللي إجا قبلها بتكون عليه فتحة. سابعا المعلومات، هنا كاتبينها خطأ بالتاء المربوطة، الصحيح هي بالتاء المبسوطة، تاء المبسوطة. ليش؟ لأن المعلومات هي جمع مؤنث سالم فتكون بالتاء المبسوطة.
والمختلفة هنا عندنا المختلفة كاتبينها بالتاء، هي الصحيح تكون بالتاء المربوطة. ليش؟ لأن هنا عندنا تاء تلفظ هاء عند الوقف، هذه التاء تلفظ هاء عند الوقف، فما أكتبها بالتاء المبسوطة، أكتبها بالتاء المربوطة. ليش؟ لأن هي إذا توقف الكلام عندها راح تلفظ هاء. النقطة الثامنة هنا عندنا امتلكت، الكلمة الخاطئة كاتبينها مربوطة، أما الصحيحة تكون بالتاء المبسوطة، تاء المبسوطة. ليش؟ لأنها تاء التأنيث الساكنة. ومكتبت كذلك تكون تاء مربوطة، وأعارت هنا كاتبينها بالتاء المبسوطة، والصحيحة هي بالتاء المربوطة، تاء المربوطة. ليش؟ لأن تلفظ هاء عند الوقف، يعني إذا كانت تلفظ هاء عند الوقف فتكون تاء مربوطة، أما التاء المبسوطة لا، تلفظ تاء في جميع الأحوال. صار واضح؟ هذا بالنسبة للنقطة الثانية. هنا عندنا النقطة الثالثة، اختر التاء المناسبة للكلمات في الجمل الآتية. هنا عندنا أدواء المنزل مفيدة، راح تصير أدوات، أدوات هنا جمع، جمع مؤنث سالم. هنا عندنا تربة، راح تصير تربة الحديقة محروثة. هنا راح نكتب التربة هي تاء مربوطة. ليش؟ لأن من عند الوقف عليها تلفظ هاء تربة، تصير تربة. زين، هنا نقول يموت الورد إن لم يسقط، فهنا عندنا يموت التاء هي تاء مبسوطة لأنها من أصل الكلمة. إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من ذهب، هنا كذلك التاء تكون تاء مبسوطة. ليش؟ لأنه من أصل الكلمة. زين، هنا نشارك المرأة في بناء الوطن، هنا نقول شاركت، نخلي تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة لأن الفاعل هو مؤنث، فصير شاركت. هذا بالنسبة للنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، قالت السيدة فاطمة عليها السلام في وصف الله جل جلاله، هل تستطيع تمييز التاء القصيرة من الهاء الآخرية في النص السابق مبينا الطريقة التي اتبعتها في التمييز؟ هنا عندنا هذه الحل، السيدة هنا عندنا تاء مربوطة، هذه التاء تكون مربوطة، نلفظها تاء، فاطمة نلفظها تاء، أمثلة نلفظها تاء، حاجة نلفظها تاء، فائدة نلفظها تاء. شلون هنا نلفظها تاء؟ شلون نميز بينها وبين الهاء؟ إذا قمنا بتحريك هذه التاء وتلفظ تاء في جميع الأحوال فهي تكون تاء وليس هاء، يعني السبب لأن عند تحريكها تلفظ تاء، مثل السيدة شو تصير؟ السيدة، 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 فهنا لفظتها تاء في جميع الأحوال. فاطمة، فاطمة، فاطمتي، فاطمة، هنا لفظتها تاء في جميع الأحوال. أمثلة، 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 أمثلتي، هنا لفظتها تاء في جميع الأحوال. كذلك بالنسبة للحاجة وبالنسبة للفائدة، عند تحريكها ألفظها تاء في جميع الأحوال. أما الله، قدرته، مشيئته، منه، حكمته، طاعته، قدرته، بريته، دعوته، هذه هنا تلفظها، تلفظها. السبب لأن عند تحريكها تلفظها، يعني عندما أحرك هذه الهاء الآخرية، يعني شلون أحركها؟ خلي لها حركات، الله، 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 شنو صارت هنا؟ عند التحريك في جميع الأحوال لفظتها، إذن هي هاء آخرية. قدرته، صير قدرته، 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 فهنا لفظتها هاء في جميع الأحوال. كذلك مشيئته، مشيئته، هنا لفظتها هاء في جميع الأحوال. كذلك منه، حكمته، طاعته، قدرته، هنا من أريد أحركها ألفظها هاء في جميع الحركات. صار واضح؟ هذا بالنسبة للحل التمرين الرابع، وانتهى درسنا لهذا اليوم. مع السلامة.